يلا طلعوا لي يلا. لك لا كل مش في يلا شوف روح له. سكر لي الباب شوف سكر لي الباب بسرعة. بيت قلبك إن شاء الله. ما يا حبيبي ولا السلام عليكم. اهلين وفاء وينا دعاء؟ مرني معلم شهران. لك اجيت والله جابك. فوت ظبط لنا الشعرات فوق. ايه نحن اللي بنظبطهم المعلوم. يا سيدي انت سيد المسك مقص بالشام كلها. تفضل. لك شو ما لقيتها؟ لا والله ما لقيتها يا معلم. لا حول ولا قوة الا بالله. دور عليها لشوف دوي. هذا راسي معلم. استنى استنى. اهلين شيخنا. اهلين برجال. السلام عليكم. اهلين. ليش عم تسكر يا ابو لطفي؟ اوامر الزعيم اتت. قال لي طوش الباب وحط الدقر. وهي انا طبشته وحطيت الدقر. هلا الزعيم ابو حمزه هو اللي قال لك تسكر باب الحاره بعز الظهر؟ خير ان شاء الله. بس ما يكون صاير شيء. شيخي الله يكرمكم، انا عبد مامور، من ناحيه العلم لا بد ما يعلمكم الزعيم. ايوه يعني انت عندك علم بس ما بدك تقول. يا جماعه هلا انتوا صرتوا جوا، انا ما بقدر بقى افتح الباب الا ليامرني الزعيم، بقى الله يرضى عليكم لا تلبكوني ما بقدر افتحه. شو يعني؟ حبستنا هون؟ شو معناتها؟ ما بنقدر نرجع لبيوتنا؟ سلامة عرفكم، انا عبد مامور ما بقدر خالف اوامر الزعيم ابو حمزه. هلا قال لك اذا تسكر الباب لا تخلي حدا يطلع منه؟ ايه نعم، قال لي الطير الطير ما بصير يهود ناح الباب، وانا بدي نفذ اوامره. لكن امشي يا رجال، خلينا نشوف شغلنا وبعدين بنفكر بالرجعه. شو معنات هالحركه؟ معقول يكون في شيء وبا ونحن ما دريانين؟ يا لطيف. قل هو الله احد. شو هالحكي هذا يا ابو سالم؟ شو هالحكي؟ يا الله لا يجيب الوبا. اذا كان فسر لي اياها ما عم تخرط مشطي. هلا عند الزعيم نفهم كل شيء. شرفوا شباب. طب عربية المحابيس جبتوه؟ شعوا برا، جيبوا تشوفوا؟ ما بدي شوفه. طب شو نسوي فيه؟ خلوه برا شوي، خلوه برا. شايفك بلبك، ما بدنا نأسرك زعيم. اخ يا شيخ خالد، اخ الله يلعن ابليس. جيتنا يا زعيم مستعجلة، بدنا نعطيك علم ونمشي، ما راح نعطلك. بدنا نقول لك شغلة يا زعيم. يلي بدكم تحكوه يا اخوان ما عاد في له لازمه. شلون ما عاد له لازمه؟ شلون يا زعيم؟ لانه ابو يوسف امره انتهى. مو هو اللي جايين تعطوني علم باللي عمله ولا انا غلطان شيخي؟ لا يا زعيم ما لا غلطان. هو سبب المشاكل اللي عم تصير عنا، وفي واحد عم يدزه اللي هو شريكه. شريكه اللي كان عم يدزه انقتل. وهو حكم القاضي الشيخ عبد الغني على انه يتجرس ويترحل برات الحاره، وانا راح ابرح له حالا. بتجريصه؟ بتجريصه حكم القاضي؟ الله اكبر. ليش اللي عمله ابو يوسف قليل يا ابو سالم؟ اه قليل. بتعرف لو تركني مولانا الشيخ عبد الغني ووافقت الخانم وقبل المعلم شهران يتركوا لي امره الي شو بعمل؟ ايه شو؟ عليم الله غير على الخازوق مالي حاطه لخلي عبر للديار الشامية كلها، لأنه مو ولد مو صغير ما له جاهر بشرع ربنا. الله أكبر على الظالم. عجب الله وكيلك مع أبو سالم، وكان رح يقسم العرب عربين. بس أبو سالم طلع ابن أصل ما خان أهله. إيه عم يحكي مظبوط. السلام عليكم يا رجال. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي الله بالشيخ خالد، نورت حارة المادنة بطلتك البهية. والله الحارة منورة بأهلها يا معلم شهران. أنا سمعت طرطوشة حكي يا شيخنا. بعد إذنك يا زعيم أحكي. معلم شهران أحكي. مو نحن المنخون عمي، ولا نحن منبيع أهالينا، ولا نحن بتنعمى عيوننا بالمال والعملة. هذا واحد ندل. ايه ندل اللي بيبيع شرفه وبيضحي باهله واهل حارته. شحطه بالزقايق حلال وتجريسته حلال
لا يا سيدي وشنقوا حلال كمان. طول عمركم اهل النخبه مش هامه، وما في حدا بيقدر يحكي غير هالحكي. غريمك يا معلم شهران بعربيه المحابيس برا، شو بتقول فيه؟ هذا مو غريمي لحالي يا زعيم، هذا غريم كل واحد في عند منه نخوه وناموس. لك الله يسعد البطن اللي حملك، عليم الله يا رجال، هذا الكلام بيتقل بالجواهر. ايه والله. نطلع شهران، نطلع. اللي بتأمروه يا زعيم، شرفوا. شرفوا. خدوه خلصونا منه، مثل ما قلت لك دز. أمرك زعيم شرف قوي. ديبك، تفضل. أنا عاوزك يا معلم شهران الكل بد. خلونا نخلص أبو عارف وبعدين أنا بخدمتك. ماشي شرف. تفضل. يا الله. تفضل.